هذه كان رأيي والقرار قراركم. نصيحة سريعة للأمهات، إذا بنسوي أكل الأطفال صحي ليش ما نسوي ألعابهم صحية بعد؟ فكرة تسوين فيها الطين في المنزل عشان تتفادين السموم الموجودة في الطين التجاري. فكرة سهلة وممتعة وتقدرين تسوينها مع طفلك أي وقت. تاخذين نص كوب ماي وتذوبين فيه نص كوب ملح عادي، بعدين ضيفي لهم ملعقة طعام من أي زيت نباتي، أنا أحط زيت عباد الشمس، وحطي كمية قليلة من الألوان الصالحة للأكل الفود كالورين. خلي طفلك يختار أي لون يحب يسوي الطين ماي، وهني عندك الخيار بعد إنك تضيفين كم قطرة من أي من الزيوت المعطرة عشان يعطي الطين ريحة حلوة. أنا أحط زيت الليمون في الطين الأصفر، وزيت البرتقال في الطين البرتقالي، وزيت النعناع في الطين الأخضر. وآخر خطوة تضيفين هذه الخلطة إلى كوب كامل من الطحين جميع الاستخدامات، خلطيهم زين وخلي طفلك يخلط معك. كل هذه الحركات بالأصابع تنمي عنده الحواس وحتى تقوي عضلات الأصابع، وأكيد المتعة تقوي العلاقة والحميمية بين الأم والطفل. إذا تحسين أنه لحين لين أو يتلصق في الأصابع، زيدي شوية طحين لما تحسين أنه يصير طين عدل، وبعدين استمتعي فيه أنت وطفلك. ولما تخلصون لفيهم زين في بلاستيك وحطيهم في الثلاجة لاستعمال ثاني يوم. كل السعادة والإبداع المنزلي عندك في المطبخ. هذه كان رأيي والقرار قراركم.